طب مين اللي بتقول له اعمل لك اثبت لك؟ اخواتي اللي انا دايما بكلمهم هم. خلي بالك انا ما بكلمش حد، ما بقولش جمهوري. بكلم اخواتي، الناس كلها اخواتي، لكن اخواتي اللي انا بعنيهم اللي انا طالع منهم من عندهم، اللي هم عوضي في في في, في نشأته في بيئته، اللي انا طلعت انا شبههم. تتخيل يعني اخواتك مش من الطبقات التانية؟ اخواتي برضو، لكن انا اخواتي بقى اللي انا الشقايق بقى هم دول بقى الشقايق دول هم دول اللي انا منهم. في ناس ممكن تيجي تقول لك هو انت ليه دايما بتطلع فياخدوها من منطلق الادعاء. تمام، ايوه بيحصل وكتير بيحصل. وان هو مركب برسونا وان هو مش عارف ايه والحاجات دي. طب هل انا اذيتك في حاجه؟ يعني هل انا بعمله ده اذيه ليك في حاجه؟ ما فيش حد بيقدر يكذب طول الوقت، ما فيش حد بيقدر يركب وش طول الوقت. لو انا مش حقيقي الناس ما تصدقنيش. صحيح. فمش معنى ان انت بتشوف قطعيات او نوعيات ما بيتكلموش زي عوضي اذا العوضي هو اللي مش حقيقي. لا، انا بكلمك من قلبي. الفيصل بيني وبينك هو رب العباد طبعا، المطلع على النوايا. تمام. انا بتكلم من قلبي، انت عايز تصدق تمام. انا اللي يهمني في الاخر ايه؟ اخواتي يصدقوا مش اخواتي يصدقوا انا. تمام. واحد منهم يقول لي بحبك في الشارع، ابرق من 10 يحبني. اخواتي يصدقوا دي اتقال عليها، او المعنى ده يعني اتقال عليه انه انت بتراهن على السواد الاعظم، او ان انت بتراهن على اغلبيه الشعب المصري، عشان كده هم دول اللي انت مهتم بيهم، عشان كده هم دول اللي انت دايما عايز رايهم ودايما عايز تبقى قريب. عشان انا طالع وانا يعني انا ذنبي ان انا طالع من الاغلبيه، طالع من نشأتي من السواد الاعظم؟ لا طبعا، ده انا كان ممكن اطلع لو انا طالع مش من السواد الاعظم، طفولتي كانت في طبقه تانية. فلما اجي اتكلم كده تعالى اقول لي انت عاوز السواد الاعظم، لكن انا اصلا طالع من عندهم، انا طالع من عندهم. فانا لو جالك دور ابن اكابر، لو جالك دور اعمله اعمله، ليه ما اعملوش؟ بس مسلسلي هيبقى منحاز للطبقه دي. دي حاجه جوايا. انا ممكن اعمل دور ابن اكابر، اعمل دور ابن اكابر. بس المسلسل بيناقش مين؟ طب ما هو ابن الاكابر ده مصري وعنده مشاكل طبعا، غالبا انا ما بحكرش الجدعنه والشهامه. انا قلت المصري بطبعه شهم، جدع، كريم، صحيح، مقدام. تمام. بكف الطبقات. انا بقى يهمني مين؟ تمام، اللي انا طالع من وسطيهم، اللي هم اهلي، اللي هم اخواتي،